هذا البريتزل، الخبز الألماني اللي تكلمت عنه، بس بعض المخابز أظن واحد المخابز، بس المخبز هذا منتشر في كل مكان، يبيع بدهن خنزير. بس عموما اللي كنت أتكلم عنه أمس، الخبز هذا هو البريتزل وشنتزل. قبل 3 أو 4 سنوات كنت بلندن، صورت لكم بربور وقلت لكم هذه تبيع جاكيتات، هذه ماركة أو علامة تجارية إنجليزية وتبيع ماركات جودة عالية، يعني سعر مقابل جودة مو سعر مقابل ماركة، فسعرها يتناسب مع جودتها. بعض الناس يحرجوني في ثقتهم، يتفاعلون تفاعل فوري مع أي شيء أقوله، يشوفون يعني أنا بالنسبة لهم صادق، فجربوه فعلا. وفي ناس بعد 4 أو 5 سنين عقب ما لبسها الأمير محمد بن سلمان وصار سولد أوت، قالوا والله منتهين، أنت قال عنا من زمان وإحنا تونا نكتشفه. أنا ما أسوي دعاية، أنا أنصحكم اللي أشوفه مناسب. فهذه ماركة جدا ممتازة، أنا شاري منها جاكيتين وأدور زيادة بعد إذا حصلت شيء يناسب. فاللي طوله اللي قريب منه لا يفوته، جدا جدا ممتاز، كد ومد ودافي، وحتى صكته على الجسم يعني قالبه جدا ممتاز. ترى أنا مو قاعد أسوي دعاية، بس أنا قاعد أوريكم أن فعلا أنا ما أتكلم عن شيء إلا وأنا صادق إن شاء الله. أنا معروف ما أسوي دعايات وعرض علي، أسوي إعلانات وحفاظاً على مصداقيتي ما وافقت أبداً. هذا محل أسلحة صيد وغير صيد، استغربت من وجود هذه لحين صنعونها، مع القديمة ما أدري إيش اسمها اللي يحطون داخلها بارود مع عدتها، شغلها كامل. هذا الصياخ مالتها اللي يحطون البارود داخل، هذا اللي كانت تستخدم قديما. هذه الأسلحة أنواع وأشكال، غير الجهة الثانية. هني سيارة إسعاف واقفة، الشارع هناك كله واقف، ولا أحد يدق هرن، أحد يعترض، أحد يحتاج أبدا. مو بس إسعاف، أي واحد يمارس أي عمل يعطل الشارع، يعطل الناس، يعطل المراجعين، يعطل العملاء، إذا مشغول ما حد يفتح حلجه. بالشارع ذاك اليوم لما صورت الزبايل، الله يكرمكم، كانت زبالة كل شوي توقف وتشيل، توقف وتشيل طول الشارع، يعني كل يمكن 20-50 متر توقف، وسيارات وراها يوقفوا معاها، ولا حد اعترض، والشارع ضيج ما يكفي له سيارة واحدة. هذا المنظر مألوف جدا، انك تشوف مسن يعبر الشارع حتى ما يقدر يمشي بشكل طبيعي، يستعين بأداة. فحياتهم هني تخلي الواحد يشكر ربه ان المسنين عندنا يمكن بحياتهم كلها ما عبروا شارع، يعني مرة بهالسن، حتى اقل من هالسن، احنا عندنا حريم ما يضطر، حتى أصغر من هالسن، إحنا المسنين عندنا أو الحريم بشكل عام يمكن بحياتهم ما عبروا إشارة. فبالكم هذيلة عبروا الشارع، يعني يوقف عند الإشارة عشان يعبر الشارع. فشوفوا بكل مكان المسنين يعني هم يقضون شؤونهم اليومية بروحهم بدون أي مساعدة، يوقفون عند الإشارة عند عشان يعبرون الشارع. فالواحد يحمد ربه حمدا كثيرا عندما يشوف هذه المشاهد وهي مو موجودة عنده في بلده. المشكلة أن كثير من الناس يفكرون بالهجرة إلى هذه الدول وما يفكرون لها المرحلة من السن. أنا صورت لكم الناس اللي تمشي، شوفوا الناس اللي ينتظرون الباص. ترى أنا مو قاعد أختار، هذا المنظر مألوف بشكل يومي. شوفوا كل واحدة كم عمرها،
غير اللي يروحون مشي، غير اللي يركبون قاري، غير اللي لازم يعني تشوفون اللي يركبون الدراجات هذه. شوفوا شلون هذا صغير ترى. بعد راح اصور لكم، احاول اصور اكبر. في ناس والله اعمار يعني استغرب شلون قادر يركب. طبعا هو مراكب لان صحته زينه او لان راغب بهالشيء. شوفوا هذه، ما ابي اصور يعني بشكل يبين لهم اني انا قاعد اصور، بس قاعد احاول اختار كبار السن. ودي اوقف اصور بس المسنين، بس كبار السن يعني اللي قاعد اصورهم الحين كلهم وجوههم مجعده من كبر السن. كل واحد ركب قارية، صافطين قواريهم، كل واحد ركب قارية توكل الله. هذا شوفوا المسن توه صافط قارية ما ادري بيركب، واللي مركب له كرسي ورا الطفل، واللي حاط له هذه العربانة للطفل. وفي فرق بين انك انت تستخدم هذه الوسيلة للترفيه او للرياضة، وفرق بين انك تستخدمها بشكل يومي مضطر اذا كان مطر، برد، حر، ايا كان الجو، ايا كان الظروف، انت مضطر تستخدمها. هني الفرق. في ناس يظنون ان مسألة ترفيه وناس تحط عيالك قدام وتمشي معاهم، ما يدركون ان في يوم تطلع من البيت تعبان، يوم تطلع من البيت مريض، مضطر تروح الدوام، تروح تقضي مشوار معين. يعني هذه الامور لازم واحد يراعيها لما يفكر بالموضوع هذا. فحتى هذا المسن مو طالع من بيته لان حاب الحركه او حاب يعني يطلع يتمشى، طالع لانه مضطر يخلص اموره بنفسه. لو ما خلصها بنفسه ما حد راح يخلصها له. شوف هذا واحد ثاني مسن، هذا مو عارف يلقى قاريه مسكين. شوفوا شلون، شوفوا هذه مسكينه قاعده تدور قاعد تجهز اغراضها عشان تركب القاري. شوفوا شعرها ابيض. فالشاهد من الكلام في فرق بين انك تستخدم هذه الوسائل كضروره وحاجه ما تقدر تستغني عنها، او انك تستخدمها لاجل المتعه والرياضه. كبار السن عندنا مرتاحين لدرجة يعني تكاد تكون مرضية أو تصل إلى المرضية في بعض الأحيان. يعني إحنا نريحهم لين يمكن في بعض الحالات تضمر عضلاتهم. هذا خطأ طبعا. ما صورت لكم الحريم اللي يسوقون تريلات، ولا اللي يكنسون الشوارع، واللي يشتغلون عمال بالشوارع يصلحون الشوارع. هذا اللي يظنون جنة النساء في الغرب لبعض المتمردات. طبعا هذه القواري مع السكوترات هذه الكهربائية كلها الإيجار بالفيزا، هذا ارقامها موجودة. والناس تفضل استخدامها، الناس تفضل استخدامها لأن استخدام سيارة صعب، ضريبة على السيارة، تأمين غالي جدا، مواقف السيارة مشكلة. يعني أنا استأجرت سيارة يومين، صار بالويكند ما عندي مراجعة مستشفى، استأجرت سيارة يومين، طلعت المدن اللي برا وابتلشت فيها بسرعة، رجعتها أول ما فتح المحل رجعتها مرة ثانية لأن الموقف مشكلة أغلى من قيمة سيارة أو قيمة أجار. أجارها كان مناسب 47 يورو يمكن، لكن تأمين 51 52 يورو باليوم، والموقف نفس الشيء. يعني في واحد من الأسواق دفعت، وقفت شوية كم ساعة، دفعت 21 يورو للموقف بس. المشكلة بالموقف مو بس السعر، المشكلة انك ما تلقى مكان قريب على النقطة اللي انت بتنزل لها، بتنزل عندها، فتضطر توقف آخر الدنيا وترجع مشي، ضيع وقتك وضيع جهدك، وأحيانا تقعد تلف مدة. مرة أجرت شقة بشتوتغارت، أقعد ألف طول الليل عشان أدور موقف للسيارة.
فيعني صعب المواقف، مو سهلة أبدا. لهالسبب الناس تفضل وسائل نقل عام، وسائل نقل هذه السكوتر والقاري، دراجات الهوائية وغيرها، سهلة وتختصر لهم الوقت. لكن مثل ما قلت لكم، انت لا تطالع الموضوع انه رياضة. الرياضة زينة لما تكون انت طالع الهدف رياضة ومستعد الرياضة ولابس لبس رياضة، مو رايح الدوام ولابس لبس الدوام، او راجع من العمل تعبان تبي توصل بيت حر او مطر او برد او ايا كان، يعني جو سيء غير مناسب، او مرهق او مريض. هذه كلها ظروف لازم تفكر فيها، لا تاخذ الامور بسهوله. انا كان عندي قاري وكنت امارس هالرياضه يوميا، لكن امارسها كرياضه مو استخدام يومي وعده ساعات كل يوم، لان لها اضرار بعد على الجسم. هي كرياضه مفيده، بتريح الركب يمكن، لكن تؤذي بمناطق اخرى من الجسم. الكرسي الصغير هذا يعني في مشاكل للرجال والنساء على حد سواء، يعني كل واحد يسبب له مشكلة من نوع معين. شوفوا الكل راكب، طبعا هني بألمانيا أقل من شوفوا هذا المسن اضطر ينتظر عند الإشارة ويعبر الشارع، لا أحد يوقف له ولا أحد يعنه، ويتعامل مثل غيره. وهولندا أكثر بكثير استخدام دراجات هوائية، يمكن هولندا أكثر دولة بالعالم تستخدم نسبة استخدام. هذا محل بيع لحوم وأكل، يقدرون يأخذون طبق ويأكلون. العالم قاعد تأكل على الواقف، هذا غدا الحين الظهر. إحنا عندنا من كثر دسومة الغدا وتقلة، هم عندهم الغدا وجبة خفيفة، من كثر دسومة الغدا عندنا ما تقدر توقف عقب الغدا، مو تأكل وانت واقف تطيح على ظهرك. هذه مدرسة شكلها ثانوية، طبعا مختلطة، والشباب يدخنون والبنات يدخنون. هذه احدى الامور اللي ما يفكر فيها اللي ينوي الهجرة الى هذه الدول، ان بناتك وعيالك راح يتربون بالبيئة هذه. لا، وما تقدر انك تربيهم على كيفك او تمنعهم، القانون ما يسمح. أعرف شخص هنا في ألمانيا متدين، يعني خذوا بنته منه قبل سنتين يمكن، وحذروه أنه يحاول البحث عنها أو يحاول يقرب لها أو شيء، وقالوا له إحنا خذناها منك لأنك أنت تمنعها من الذهاب إلى الخروج مع أصدقائها والعيش بشكل طبيعي بالنسبة لهم. تمنعها أنت أنها تروح مراقص، أنها تطلع يوم الأحد، تروح ملاهي ليلية، تمنعها انها تصاحب شباب. هذا بالنسبة لهم طبعا حرمان وامر غير قانوني. قبل كانت السلع اللي بألمانيا بألمانيا، واللي بهولندا هولندا. اخر مرة لقيت محل اجبان اللي دائما اشتري منه بهولندا موجود بميونخ بألمانيا، والحين بدأت تنتشر محلات السلع الانجليزية، هذه الكاكاوات لندن بدوا ينتشرون بأكثر من مدينة بألمانيا. هذه ثاني مدينة أشوف فيها.